يكون في حيرة. أنا أرى بطرف عيني شيئاً يبدأ بحرف الخاء. خوخ مجدداً. أوه، كيف عرفتِ هذا؟ انظري، هذا بينون. أهلاً يا بينون، أتلعب معنا أرى بعيني؟ آسف يا رومبا، إنني أصنع هذا لكمون. ما هذا؟ كرسي هزاز. وعدت كمون بأن أصنع له كرسياً هزازاً عندما يأتي. متى سيأتي؟ منذ مدة وهو عند الخالة. الليلة. أوه، يجب أن أبدأ. لا أريد أن أخيب أمله. لما لا نصنع نحن أيضاً شيئاً لكمون؟ ما رأيك في شيء يبدأ بحرف الكاف؟ مثل كعكة خوخ. أوه، سيحب ذلك. أعداها وتعاليا إلى هنا، فيأكلها كمون وهو جالس في كرسيه الجديد. ددم 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 ددم. مرحباً يا بينون، ماذا تفعل؟ أهلاً بلبلة، لقد وعدت كمون بكرسي هزاز جديد عندما يرجع من عند الخالة. ومتى سيرجع؟ الليلة، الخالة ستوصله إلى هنا، لذا ليس لدي الوقت. الليلة؟ يجب أن نحتفل. لدي فكرة، سأقدم استعراضاً. أتظن أن كمون سيحبه؟ بالتأكيد. أنا سأخبر الجميع، سنفعل شيئاً لكمون. أصنع له لعبة. وأنا عندي بالونات. رائع! بينون سيفرح كثيراً بمساعدتنا جميعاً. أين صارت كعكة الخوخ؟ غير جاهزة يا بينون، حبات الخوخ الجيدة عالية. لا تهتم يا روزي، سأساعدك حالما أحضر بعض الأوراق والريش من عند صديقي فكري. أريدها ناعمة جدا لوسادة الكرسي الهزاز الجديد. سأعود حالا. شكرا يا بينون. بينون، في الوقت المناسب. حقا؟ لتساعدني في التمرين على حركاتي السحرية. هل نسيت؟ إنها مفاجأتي لكمون. نعم، سآتي فوراً. أوه، بينون، سعيدة لأنني وجدتك. أنا منشغل قليلاً الآن يا لين، وعدت كمون بكرسي هزاز جديد. لكن هذه أيضاً لكمون، أريد أن أقدم إليه بالونات. أحاول أن أنفخها لكنها لا تبقى على المنفاخ، وأنت بارع في البالونات. هل نسي بينون؟ روزي، رومبا، انظرا إلى الصاروخ الذي صنعته. سأختبر سرعة انطلاقه. إنه رائع يا كرز. 3، 2، 1، انطلاق. ويش! بينون كان سيذهب إلى فكري ليحضر الأوراق والريش. لنذهب ونبحث عنه. هذا غريب جدا، ظننت أن بينون قادم ليأخذ حشوة الوسادة. تنط! لكنني رأيته مسرعاً نحو بيت كرز ولين برفقة لين. ابحث عنه هناك. أوه، النجدة! لست قوياً كما يجب. النجدة! انتظر يا كرز، أنا قادم. أهلاً. بالوني! ماذا أفعل بالخيط؟ يا بينون، انتظرتك فترة طويلة. سآتي حالاً. الخوخ! فكري يريد أن يعرف هل ما زلت تريد الأوراق والريش؟ أنا لا أعرف من سأساعد أولاً. روزي، أوقعت نفسي في فوضى كبيرة. يبدو أن هناك أعمالاً كثيرة. أنا سعيد بأن الكل يريدون تقديم هدية للصغير، وأريد أن أساعدكم، لكنني واقع في حيرة كبيرة. حيرة؟ لا عليك يا بينون، سأساعدك، عندي الحل اللازم. ترى، تفضل. ما هذا؟ رسم بياني لتذكر الأعمال. وكيف يعمل هذا بالضبط يا بلبلة؟ كل مربع هو لجزء من اليوم، وكل ريشة هي لعمل مختلف نتذكره.
إذن هذا المربع هو الآن. نضع فيه الريشة الحمراء التي تدل على استعراضي، ثم الريشة الخضراء البالونات. تماماً، ثم الصفراء لتدل على الاستعراض. ذكرت الاستعراض من قبل، لكنني ظننت أن الخضراء هي للبالونات. وماذا عن الصاروخ؟ الحمراء الأفضل للخوخ. هل ذكر أحدكم الأوراق؟ كفى، إنه رسم بياني لطيف، ولكن ربما من الأفضل أن نكتب قائمة. ما هي الأعمال المطلوبة منك يا بينون؟ صاروخي، بالوناتي، استعراضي، الخوخ. لكل واحد دوره. هل الوقت كاف لتقوم بكل الأعمال يا بينون؟ القائمة طويلة. الوقت الكافي؟ شكراً يا روزي، ليس هناك أي مشكلة. حسناً، أين البالونات؟ هذه القائمة ممتازة، بقي علي مساعدة كرز وبعدها أبدأ العمل على الكرسي. علينا أن ننطلق يا رومبا، سيصل كمون قريبا. يريدنا منا أن نذهب إلى فكري. آسف لإزعاجك يا روزي، أنا أتساءل إن كنت رأيت بينون، لم يأتي ليأخذ هذه الأشياء. لم يصنع الكرسي للصغير بعد. هيا لنأخذ إليه الأوراق حالا، لم يعد هناك وقت. ياهي، هذا رائع، شكرا يا بينون. والآن إلى الكرسي الهزاز. لا، حان وقت وصول كمون ولم أصنع له الكرسي بعد. يبدو أننا جميعا أحضرنا هدايا لصغير. أوه، ما هذه القطع الملقاة هنا؟ الكرسي الذي وعد بينون كمون بصنعه، لكنه ما يزال قطعا، ربما لم يعد لديه وقت. ماذا سيقول كمون عندما لا يجد الكرسي؟ وجدتها، هيا جميعا، حان وقت القيام بعمل سحري. هاي. بينون يا صغيري، اشتقت إليك. الجميع متشوقون لرؤيتك، لقد صنعوا لك هدايا جميلة. أحب الهدايا وكرسي كمون. أما بدأت ب... أنت وعدتني. أعرف، ولكن... أهلا بك يا كمون، لا تقلق، إن بينون دائما يفي بوعده. ولكن لم يعد لدي وقت. ولن يخيب أملك أبدا. لكن أولا حان وقت لعبتي السحرية. الكل مستعدون؟ أبركا بارسا، اظهر يا كرسي. كرسي كمون. شكرا. بالونات، صاروخ. ولكنني ماذا فعلت يا بينون؟ ساعدت الجميع ليعدوا هداياهم في الوقت المحدد، وهذا ما ساعدنا أن نساعدك. يم يم. استخدمت الخيط في صنع الكرسي، سأضع خيطا أطول لاحقا. خيط صغير للصغير. لما لا تجرب الكرسي الجديد؟ بينون، كرسي صغير. أظن أن صنع الهدايا أتعبه. روزي، أنا إن رحلت فهل تصنعين كعكة خوخ عندما أعود؟ إن أردت ذلك. رومبا؟ رومبا، أين أنت؟ تاتا، لقد عدت. أين هي كعكة الخوخ؟ ليلة هانئة يا رومبا. ولك يا روزي. ولكنني فعلا أريد كعكة خوخ.
أضواء غريبة. الصباح الآن. ياه، نحن في المساء. إذن ما هذه الأضواء؟ هذا غير ممكن، هذا مستحيل. سفينة فضاء، رأيت لتوي سفينة فضاء. روزي روزي، استيقظي بسرعة. ما الذي حدث يا رومبا؟ لقد كنت نائمة. رأيت لتوي سفينة فضاء هناك في السماء يا روزي. رومبا، ما الذي تتحدث عنه؟ كنت تحلم بالتأكيد، فلتعد للنوم. متأكد أنني رأيتها، أنا متأكد. صباح الخير يا رومبا. رومبا، تناولت الإفطار والآن سوف أذهب لأبحث عن دليل. عن ماذا؟ عن سفينة الفضاء، أنا متأكد أنني رأيت سفينة فضاء. رومبا، ربما رأيت شيئا ولكن ليس سفينة فضاء. روزي، سوف أثبت لك هذا. صباح الخير يا بينون. صباح الخير يا رومبا. عجيب، ما الذي حدث هنا يا ترى؟ لابد أن رياحا قوية أسقطت هذه الفروع بالأمس. حسنا، أنا لم أسمع صوت رياح، لكنني سمعت صوت سفينة فضاء، ويبدو أنها السبب في إسقاط الأفرع من على الشجرة. أوه، سفينة فضاء. مرحبا. أهلا قرز، هل ترغب في بعض الكعك؟ شكرا لين. تبدو في غاية التعب يا قرز، ماذا كنت تفعل؟ قمت بتعديلات في حوامتي طوال الليل. أوه، دعني أراها. عذرا يا لين، فلتنتظري حتى المساء، إنها مهمة في منتهى السرية، والآن سأذهب لأنام. شكرا على الكعك. إذن يا فكري، رأيت أضواء غريبة مثلي؟ أكانت ساطعة؟ أجل، ساطعة جدا، وكأنها من سفينة فضاء. هل أنت جاد؟ أجل، أظن يا فكري أن كلينا رأى سفينة فضاء. سفينة فضاء؟ هل يمكن أن تخفضا صوتكما؟ نمت متأخرة بالأمس، قلة النوم سوف تؤثر على جمالي. عذرا بلبلة، لقد أتت من السماء. انظر إلى العشب، إنه قصير. دليل آخر. هدوء. صباح الخير يا بينون، تبدو منشغلا. صباح الخير. تعم الفوضى حين تصطدم سفن الفضاء بالأشجار. أي سفن فضاء؟ رومبا قال إن سفينة فضاء أسقطت أغصان الشجرة هذه ليلة أمس. ربما لم تكن سفينة فضاء. إنها ريشة، ربما لهذه علاقة بالأمر. روزي، خذيني إلى الحقل بجانب منزل بينون. أرجوك. تشبث جيدا. حسنا، هناك من قص هذا العشب. هذا أمر غريب يا رومبا. هناك إجابة واحدة لهذا، وهي هبوط السفينة. هل أنت متأكد يا رومبا؟ أجل،
في الواقع أنا متأكد لدرجة أنني الليلة سوف أجلس على التل عند فكري وانتظر عودتها مجدداً. أوه، هذا مثير للغاية. صباح الخير يا روزي. صباح الخير يا سيد موردي وسيدة موردي، ماذا تفعلون؟ حسناً، لم تغمض لنا عين ليلة أمس. بعض الطيور أحدثت جلبة كبيرة جداً، كانت ترفرف هنا وتحلق هناك. لذا سننام الليلة في هذا الجذع وسنعزل صوت الضوضاء بهذا العشب. طيور مزعجة. صحيح يا صغار. إذن أنتم جززتم العشب. طيور مزعجة في الليل. أعرف أنها ستعود، متأكد من هذا. رومبا، أحياناً يكون هناك أكثر من سبب لحدوث شيء. ماذا تعنين بذلك؟ حسناً، قلت إن سفينة فضاء تسببت في قطع الأعشاب، لكن عائلة السيد موردي هي من قطعتها. نعم، وكيف تفسرين الأغصان المنكسرة في المكان الأول يا روزي؟ انظري يا رومبا، وجدت هذه عالقة في الأغصان المنكسرة. طائر ضخم ربما ارتطم بالشجرة وكسر الأغصان بالأمس. حسناً، ولكن كيف تفسرين الضوء الساطع يا روزي؟ الذي رأيته بنفسي بالأمس والذي رآه فكري أيضاً، أليس كذلك يا فكري؟ أجل، كالضوء الذي هناك، نفس الضوء الذي رأيته بالأمس. سفن فضاء. بل حشرات مزغبة يا رومبا. أعرف كيف تبدو الحشرة المزغبة. ما رأيته كان أكبر وأحدث جلبة أكبر من ذلك. ربما علينا الذهاب للنوم أيضاً. حسناً يا روزي. أتدري؟ لم أرى كرز اليوم ولا لين ولا بلبلة. رأيت بلبلة؟ كانت نعسانة للغاية وعصبية أيضاً. روزي، انظري. رومبا، أنا لا أصدق. إنها ما رأيكم في هذا الاختراع؟ جعلت حوامتي مضيئة. عمل عليه طوال ليلة أمس. رائع، أليس كذلك؟ إنها رائعة. ولماذا الأضواء؟ شكراً يا لين. أضواء للهبوط. بلبلة وونيس وبطة يجربون الهبوط الليلي. انظروا، ها هم قادمون. مرحبا روزي. لماذا تريدون التحليق في الليل؟ ولما لا؟ البوم يفعل ذلك. وما دام البوم يستطيع، نستطيع ذلك أيضا. مرحبا يا لين. كعك. إنهم لا يستطيعوا الهبوط في الظلام، فركبت الأضواء كي يهبطوا كلهم بسلام. من أتى بهذه الشجرة؟ حسناً، ليس كلهم. لم تكن سفينة فضاء إذن، بل كانت حوامة كرز من البداية. حسناً، من سيركب؟ أنا. انظري يا روزي، أنا بسفينة فضاء. روزي. نعم يا رومبا. أترين أشكال النجوم في السماء؟ انظري، سيارة. أرأيت؟ وهناك فتاة صغيرة في السماء بشرائط شعر مضحكة. أجل، إنها أنت يا روزي. أين؟ أرني. رومبا، شرائطي ليست مضحكة. أظن أنني سأذهب لأنام. وأنا أيضاً.